السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذن الله في محاضرة الـ Normal Functions of Adrenal Gland. نبدأ سريعا فكرة عن الـ Anatomy of Adrenal Gland. فاحنا معانا 2 ادرينال جلاندز، كل واحده منهم موجوده على الابر بول او في السوبيريور بول بتاع كل كدني منهم، فبالتالي معانا 2 ادرينال جلاندز. كل جلاند لو فتحناها فليها كورتكس من بره وليها ميدلا انسايد، فهي تعتبر 2 سيبريت جلاندز. ادرينال كورتكس تعتبر جلاند منفصله، والادرينال ميدلا تعتبر انذر جلاند، والبعض بيعتبر الادرينال ميدلا ما هيش اصلا اندوكراين جلاند، وان كان وكونسيدرد ك موديفايد سمباثيك جانجليا، لان وظيفتها نفس وظيفه السمباثيك نيرفس سيستم، انها بتفرز الادرينالين والنور ادرينالين، وهي بالفعل اوجمنت الاكشن اوف سمباثيك، وحتى خلاياها تعتبر موديفايد نيرونز، فهي ينطبق عليها اكتر انها جانجليا اكتر ما انها جلاند، حتى ان النيرف اللي بيوصل للادرينال ميدلا هو بري جانجليونيك فايبر، ومعروف ان اي بري جانجليونيك بيعمل ريلي في جانجليا، فيعني كذا ايفيدنس او كذا دليل على ان الميدلا تعتبر موديفايد جانجليا ما هياش اندوكراين جلاند. اما الاوتر كورتكس هي بالفعل اندوكراين جلاند. الادرينال كورتكس مش بس هي اندوكراين جلاند، لا ده هي كمان احد الجلاندز الاسينشال فور لايف، بمعنى ان ديستراكشن في الادرينال كورتكس يؤدي الى ديس، الهايبو فانكشن فيها يؤدي الى ديس، زي ما هنشوف كمان ان اللايرز اوف ادرينال كورتكس ان مش كل اللايرز اسينشال فور لايف. هي اول تو زونز معانا، زي ما هنشوف كده انه في الهيستولوجي بتاعنا ان الادرينال جلاند فورمد من 3 زونز، الزونا جلوميريولوزا ودي بتفرز المينيرال كورتيكويدز، واهم واحد فيهم هو الالدوستيرون. الزون الثانية الزونة فاسيكولاتا ودي بتفرز الجلوكوكورتيكويدز مينلي، وتفرز سمول اماونت من 6 هرمونز. اما الزونة ريتيكولاريز ودي بتفرز ال 6 هرمونز مينلي اندروجين، سواء ميل او فيميل هي بتفرز مينلي اندروجين مع سمول اماونت من جلوكوكورتيكويدز. يعني الزونة فاسيكولاتا والزونة ريتيكولاريز بتفرز نفس الهرمونز جلوكوكورتيكويدز و 6 هرمونز، لكن الزونة فاسيكولاتا مينلي جلوكوكورتيكويدز وسمول اماونت من 6 هرمونز. اما الزونا ريتيكولاريز فهي العكس بقى، مينلي 6 هرمونز وسمول اماونت من جلوكو كورتيكويدز. فبما ان ال 6 هرمونز ما هياش هرمونز اسينشال فور لايف، بالتالي الزونا ريتيكولاريز ما هياش برضو اسينشال فور لايف، اللي هما اسينشال فور لايف الزونا جلوميريلوزا والزونا فاسيكولاتا. ده الهيستولوجي بتاع الجلاند. يبقى ادي الجلاند اهو، اخدنا الحته من الكورتكس شفناها تحت الميكروسكوب، ففيها 3 زونز. الاول في كبسول من بره، بعد كده في الزون الاولى وهي الزونا جلوميريلوزا دي بتفرز المينرال كورتيكويدز، والزون الثانيه اللي هي خلاياها ارينجد ان ذا فورم اوف فاسيكلز الزونا فاسيكولاتا، ودي اللي بتفرز مينلي جلوكوكورتيكويدز مع سمول اماونت من 6 هرمونز، والزون الثالثه الزونا ريتيكولاريز اللي بتفرز 6 هرمونز مينلي مع سمول اماونت من جلوكوكورتيكويدز، وتحتيهم طبعا دي الادرينال ميدلا. بالنسبه لهرمونات الادرينال كورتكس، كل هرمونات الادرينال كورتكس ار ستيرويد هرمونز، فطالما ان ستيرويد يبقى تصنيعهم بيبدا بالكوليسترول، وبيتم تصنيع الهرمون داخل خلايا كل زون منهم في السموث اندوبلازميك ريتيكولم. الاي سي تي اتش ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون اللي بيفرز من الانتيريو بيتيوتري، من اسمه ادرينو كورتيكوتروفيك، هو محفز للادرينال كورتكس، محفز لتصنيع هرمونات الادرينال كورتكس، كل هرمونات الادرينال كورتكس. مهم في اول خطوه في تحويل الكوليسترول الى البريجنينولون. يبقى الخطوه دي عشان تتم عايزه اي سي تي اتش، بالتالي الاي سي تي اتش مهم في تصنيع كل هرمونات الادرينال كورتكس بما فيهم السكس هرمونز. طيب بعد اول خطوه الانزيمات اللي داخل كل خليه بتوجه الرياكشن ناحيه تصنيع هرمون معين. فالزونا جلوميريلوزا ما فيهاش الانزيم اللي هو 17 الفا هيدروكسيليز، وده المسؤول عن تصنيع الجلوكوكورتيكويدز و6 هرمونز. اذا الزونا جلوميريلوزا اللي هي اول زون
غير قادرة على تصنيع الجلوكورتيكويدز أو ستيكس هرمون، فالإنزيمات اللي فيها توجه فقط نحو تصنيع المينيرالوكورتيكويدز. هنشوف الكلام ده حاليا أهو، إنه أدي الكوليسترول في أول خطوة بيتحول إلى البريجنوليلون، بعد كده بال 17 ألفا هيدروكسيليز البريجنوليلون ده هنكمل في الاتجاه ده يدينا كورتيزول، وبال 17 ألفا هيدروكسيليز أيضا هيتحول إلى الهيدروكسي بريجنوليلون، ثم بعد كده هيكمل في خطوة الأندروجين. التلات هرمونات دول مع بعض بنسميهم الأندروجينز، اللي هو الديهايدرو إيبي أندروستيرون والأندروستين دايون والتستوستيرون، التلاتة مع بعض اسمهم مجموعة الأندروجين. يبقى أندروجين هو جروب أوف هرمونز، مفيش هرمون كده لوحده اسمه أندروجين، لا هو جروب أوف هرمونز تشمل تلات هرمونات الديهايدرو إيبي أندروستيرون والأندروستين دايون وتستوستيرون. وبعد كده يتحول الاندروجين الى استروجين، دي مجموعه الاستروجين، الاسترون والاستراديول والاستريول، برضو الاستروجين هو جروب اوف هرمونز، مفيش هرمون لوحده اسمه استروجين. يبقى المثلث ده عباره عن الاندروجين والمثلث ده عباره عن الاستروجين، فعشان اوصل للاستروجين لازم اولا يتحول كوليسترول لاندروجين اولا، وبعد كده يتحول الاندروجين، وناخد بالنا من الرياكشن ده كويس، بالاروماتيز انزيم. الانزيم اللي بيحول الاندروجين الى استروجين هو الاروماتيز انزيم، لان الكلام ده برضو هيهمنا في الريبرودكشن، ان الوصول للاستروجين لازم بعدي اولا على اندروجين وبعد كده الاندروجين يتحول بالاروماتيز الى استروجين. برضو ده رياكشن مهم اللي هو تحويل التستوستيرون الى داي هيدرو تستوستيرون دي اتش تي بانزيم اسمه الفايف الفا ريدكتيز انزيم. يعني الكلام ده هيكون اكتر معانا في البرودكشن باذن الله. لكن اللي عايزينه حاليا ان الكوليسترول عشان يتحول الى الاندروجين والاستروجين او السكس هرمونز محتاج الى ال 17 الفا هيدروكسيليز، كذلك عشان يتحول الى الكورتيزول محتاج ل 17 الفا هيدروكسيليز، والانزيم ده غير موجود في الادري في الزونة جلوميريلوزا. يبقى ادي كوليسترول، عشان نصل الى الكورتيزول او السكس هرمونز محتاجين الانزيم ده 17 الفا هيدروكسيليز، وده غير موجود في الزونه جلوميريلوزا. فالرياكشن بيبدا ياخد البروجستيرون ده في سكه تانية تتحول الى المينرال كورتيكويدز واهمهم الدوستيرون في الزونه جلوميريلوزا. يبقى كل زون منهم وان كان البدايه بكوليسترول وفي الكل وصلنا الى البريجنولون ثم بروجستيرون، لكن تبدا الانزيمات في كل زون بتاخد الرياكشن نحو تصنيع هرمونز معينه، فالزون جلوميريلوزا بتفرز مينلي او تفرز فقط مينرال كورتيكويدز مينلي الدوستيرون، اما الزونه فاسيكولاتا فبتفرز مينلي جلوكوكورتيكويدز واهمهم الكورتيزول مع سمول اماونت من سكس هرمونز. لكن الزونه ريتيكولاريز فالانزيمات اللي فيها بتوجه الرياكشن اكتر ناحيه تصنيع سكس هرمونز وسمول اماونت من الجلوكو كورتيكويدز. طيب بعد ما تم تصنيع الهرمون، الخطوه اللي بعد التصنيع خطوه الاستورج والريليز. فمن الانترودكشن عرفنا ان الاستيرويد هرمونز بما انها ليبيد سوليبل فلا تختزن داخل الخلايا وديفيوز من خلال السيل ممبرين لانه ليبيد باي لاير، فهي بتدوب في السيل ممبرين وكونتينيوسلي ريليزد، لا تختزن داخل الخلايا المصنعه للهرمون. بعد ما طلعت من الخلايا بتاعتها معروف ان الهرمونز بيصب بدايركتلي في البلاد ستريم، وصل للدم، فالترانسبورت في الدم بما انه ليبيد سوليبل بما انه ستيرويد فمش هينفع انه يدوب في البلازما، فهيمشي مينلي باوند للبلازما بروتينز 90% من هرمونات الادرينال كورتكس وهي ماشيه في الدم بتكون باوند للبلازما بروتينز، 75% باوند للجلوبيولين و 15% باوند للالبيومين. وهنسمي الجلوبيولين اللي شايل الادرينو كورتيكال هرمونز هنسميه ترانس كورتين او كورتيكوستيرويد بايندينج جلوبيولين، بنختصره الى السي بي جي. والباوند فورم من الهرمون معروف ان دي تعتبر ريزرفوار ما هيش الاكتف، فلازم تكون في كميه اكتف في البلازما تكون فري هي اللي دايبه في البلازما وهي الاكتف هي اللي بايند مع الريسبتورز وهي اللي بتشتغل، ولما تستهلك الكميه الفري
يبدأ يفصل من البلازما بروتينز كمية أخرى تدوب في البلازما وتعوض الكمية اللي تم استهلاكها. فالستيرويد هرمونز اللي هم الأدرينو كورتيكال هرمونز 90% ماشيين في البلازما باوند لبلازما بروتينز و10% ماشيين فري ان بلازما. مش بعد الترانسبورت وصلوا للخلايا اللي شغالين عليها. هيشتغلوا على الخلايا من خلال انه بايند مع سيل ممبرين مع سيتوبلازميك ريسبتورز. لانه لما وصل للخلايا اللي هيشتغل عليها هو ايضا بيدوب في السيل ممبرين، فبيعدي من السيل ممبرين وبيلاقي الريسبتورز بتاعته داخل الخلايا سيتوبلازميك ريسبتورز، بايند معاهم هيكون هرمون ريسبتور كومبلكس، يبدا يدخل على النيوكليوس ويبدا يرتبط مع الدي ان اي ويتصنع منه ام ار ان اي ويبدا يتكون بروتين. البروتين اللي هينتج من الرياكشن ده هو اللي هيؤدي الوظيفه بتاعه الهرمون اللي طالبها من الخلايا. هنفهم الكلام ده اكتر مع الامثله مع الالدوستيرون ومع الكورتيزول. يعني الخلاصه انه الهرمون ده شغال باي بروتين سينثيسيس. معروف طبعا ان الاستيرويد هرمونز او الليبيد سوليبل هرمونز بشكل عام الميكانيزم اوف اكشن بتاعها من خلال تصنيع بروتينز، على خلاف الووتر سوليبل هرمونز زي البروتين هرمونز او الادرينالين. الووتر سوليبل هرمونز لان ليها شورت هاف لايف، فالميكانيزم اوف اكشن بتاعها باي اكتيفيشن اوف اكزيستنج بروتينز، بخلاف اللي هي الستيرويد هرمونز اللي هي ليها برولونجد هاف لايف فبتشتغل بتصنيع بروتينز. بعد ما الهرمون ادى وظيفته بيحصل له ميتابوليزم عشان انهاء الاكشن بتاع الهرمون، فبتتكسر الستيرويد هرمونز الى ميتابولايتس، والميتابولايتس اكسكريتد في اليورين وسمول اماونت اكسكريتد ان ستول. وفي كميه من الميتابولايتس اللي بتظهر في اليورين بتبقى ان ذا فورم اوف 17 كيتو ستيرويد. دي ماده مهمه لان دي الماده اللي هندور عليها في اليورين اللي هتعبر عن مستوى الستيرويد هرمونز في الدم. يبقى الماده دي هتظهر في اليورين، لو زادت في اليورين برضو هيكون معناها ان الهرمون عالي في الدم، لكنها ما هيش سبيسيفيك لهرمون معين، هي ميتابولايت لكل الاستيرويد هرمونز بشكل عام. نبدأ بأول مجموعة معانا من هرمونات الأدرينال كورتكس وهي المينيرالو كورتيكويدز، ودي اللي بتفرز من الزون الأولى وهي الزونة جلوميريولوزا في الأدرينال كورتكس. المينيرالو كورتيكويدز هي جروب اوف هرمونز، اهم واحد فيهم هو الالدوستيرون اللي يمثل 90% من الاكتيفيتي اوف المينرالو كورتيكويدز. يلي بعد كده اللي هو ال 11 دي اوكسي كورتيكوستيرون. طيب ده هرمونات الزونا جلوميريلوزا، هي مينرالو كورتيكويدز واهمهم الالدوستيرون. فايه الفانكشن بتاعه الالدوستيرون او المينرالو كورتيكويدز؟ هو يعتبر وظيفه واحده فقط وهي سولت اند ووتر ريتينشن، لكن الوظيفه دي بيؤديها على كذا مكان. يبقى الاماكن الارقام دي هي اماكن، لكن هي نفس الوظيفه في كل مكان. المين سايت على الكيدني، بيعمل ايه في الكيدني؟ سولت اند ووتر ريتينشن، بيمتص الصوديوم، بيعمل صوديوم ري ابسوربشن ان اكستشينج ويز، بالتبادل مع بوتاسيوم او هيدروجين. ومع امتصاص الصوديوم بيزود اوزموتيك بريشر وبيبدا يسحب وراه الميه، لان اللي بيشتغل معانا هي البامب الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي بتعمل بامبنج اوف 3 صوديوم بالتبادل مع 2 بوتاسيوم. فالصوديوم اللي داخل اكتر من البوتاسيوم اللي طالع، فعشان كده بيعمل الصوديوم اوزموتيك بريشر وبيسحب وراه الميه، فبيعمل سولت اند ووتر ريتينشن. طيب فين بالظبط في الكدني؟ في الديستال كونفوليوتد تيوبيولز والكوليكتنج تيوبيولز، وده السايت اوف اكشن عموما لاي هرمون. هيؤدي نفس الوظيفة في أماكن أخرى على الضغط بتاعة الإكسوكراين جلاند. كل إكسوكراين جلاند ليها أسيناي وليها ضغط. على الضغط بتاعة الإكسوكراين جلاند بيبدأ يسحب من الضغط الصوديوم برضه بالتبادل مع بوتاسيوم أو هيدروجين، فبيعمل الكلام ده على السويت جلاند وعلى السليفري جلاند وعلى الجاستريك جلاند وعلى الماماري جلاند. فالألدوستيرون تند انه ديكريز الصوديوم كونسنتريشن في السكريشنز، وانه يعيد الصوديوم مره اخرى الى الدم، وانه يزود مستوى البوتاسيوم او الهيدروجين في السكريشنز. فيمكن اخذنا مع التمبريتشر ريجوليشن انه السويت سكريشن في صوديوم كلورايد اقل من البلازما،
وفي بوتاسيوم بايكربونيت اعلى من البلازما. كذلك نفس الكلام كان على السليفري سكريشن وعلى الاذر سكريشنز. دايما الالدوستيرون هو اللي بيشتغل على الضغط وبيسحب من السكريشنز دي الصوديوم، والصوديوم لانه بوزيتيف بيسحب معاه كلورايد وبيسحب وراه ميه بالاوزموتيك بريشر. لكن على الضغطس دي الوول بتاعها امبيرميبل للووتر، فعشان كده بيسحب منها فقط الصوديوم والكلورايد لكن ما بيقدرش يسحب منها الميه. فبالتالي السويت والسليفري سكريشن بيوصف انه هايبوتونيك سوليوشن لانه اتسحب منه املاح وما اتسحبش منه الووتر، يبقى عمل سولت اند ووتر ريتينشن على الكدني. اما في الداكتس اوف اكسوكراين جلاند سحب الصوديوم وراه الكلورايد لكن ما عرفش يسحب وراها الميه لان الوول بتاع الداكت امبيرميبل للووتر. كذلك على الكولون في اللارج انتستين برضه بيمتص الصوديوم بالتبادل برضه مع بوتاسيوم او هيدروجين، يبقى هي وظيفه واحده صوديوم ري ابزوربشن ان اكستشينج ويز بوتاسيوم او هيدروجين. بيحصل المين سايت على الكدني واذر سايتس منها الداكتس اوف اكسوكراين جلاندز وعلى الانتست. ميكانيزم اوف اكشن، ازاي الالدوستيرون من خلال الميكانيزم اوف اكشن انه باي بروتين سينثيسز يعمل سولت اند ووتر ريتينشن. فدي خليه من خلايا الكدني الديستال كونفوليوتد تيوبلر سيلز او الكوليكتنج تيوبلر سيلز. الكوليكتنج تيوبولز فيها نوعين من الخلايا، نوع اسمه الاي سيلز او الانتركليتد سيلز ونوع اسمه البي سيلز او البرنسبل سيلز. هو شغال على البرنسبل سيلز في الكوليكتنج تيوبولز، يبقى دي خليه من خلايا اما الديستال تيوبولز او البرنسبل سيلز في الكوليكتنج تيوبولز. ادي الدوستيرون وصل للخلايا دي من خلال البلد. بما انه ستيرويد هرمون يعني ليبيد سوليبل هرمون، فبيعدي من السيل ممبرين باي ديفيوجن، لان السيل ممبرين ليبيد باي لاير وهو بيدوب في الليبيدز فبيعدي من السيل ممبرين. دخل الخلايا في ريسبتورز داخل السيتوبلازم، يبقى بايند ويز سيتوبلازميك ريسبتور، فيكون هرمون ريسبتور كومبلكس او الدوستيرون ريسبتور كومبلكس اللي هو الاي ار، يبقى ده الكومبلكس الهرمون مع الريسبتور. الريسبتور هياخد الهرمون ويدخل بيه في النيوكليس وبايند مع سبيسيفيك سايت على الدي ان ايه اللي بنسميه الهرمون ريسبونس اليمنت. هيبدا الدي ان ايه في المكان ده يفصل التو ستراندز عن بعض ويبدا يتصنع ام ار ان ايه. الام ار ان ايه اللي هيتصنع هيطلع في السيتوبلازم ويروح على الريبوسومز، في الريبوسومز يبدا بروتين سينثيسيس. البروتين اللي ناتج من الاكشن اوف الدوستيرون هو بروتين بيساعد السولت اند ووتر ريتينشن. طيب ازاي البروتين ده بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن؟ يبقى نشوف ازاي بيحصل سولت اند ووتر ريتينشن. بيبدا هنا على احنا معانا الخلايا دي ليها تو ممبرينز، ممبرين ناحيه اليومن بنسميه اليومنال ممبرين، وممبرين ناحيه البلد بنسميه البيزولاترال ممبرين. على البيزولاترال ممبرين في صوديوم بوتاسيوم بامب، تعمل بامبنج اوف 3 صوديوم بالتبادل مع بوتاسيوم او هيدروجين. يترتب على الخطوه دي نقص الصوديوم كونسنتريشن انسايد بالبامبنج اوف صوديوم، فيبدا الصوديوم يعدي من بره من هاي كونسنتريشن الى لو كونسنتريشن، وللمحافظه على لو كونسنتريشن كل ما يدخل صوديوم يحصل له ثاني بامبنج على بره. يبقى انا محتاج كذا بروتين للشغل ده. الكارير نفسه الصوديوم بوتاسيوم بامب هي بروتين، فممكن هو بيزود الالدوستيرون عدد الصوديوم بوتاسيوم بامب. البامب محتاجه الى اي تي بي، والاي تي بي عشان يتكسر ويدي انرجي محتاج الى انزيم اي تي بيز انزيم، وكل الانزيمز ار بروتينز، فممكن البروتين الناتج من الاكشن اوف الدوستيرون يكون اي تي بيز انزيم فتبدا البامب تشتغل. التشانلز اللي بيعدي منها الصوديوم كل التشانلز ار بروتينز، فالبروتين الناتج من الاكشن اوف الدوستيرون هو كاريرز للصوديوم او تشانلز للصوديوم او عباره عن اي تي بيز انزيم، يبقى هو زود كل البروتينات المطلوبه للترانسبورت اوف صوديوم او للسولت اند ووتر ريتينشن. دي الميكانيزم اوف اكشن بتاعه الالدوستيرون. بعد كده معانا ريجوليشن او الكنترول اوف الالدوستيرون سيكريشن. في معانا قاعده عامه للريجوليشن لاي هرمون، طالما ان الجلاند دي اندر كنترول من الادرينال من الانتيريور بيتيوتري وبالتالي من الهايبوثالاموس، فيبقى معانا هايبوثالامي كنترول وانتيريور بيتيوتري كنترول وبالتالي فيدباك كنترول. الكلام ده ينطبق ايضا هنا على الالدوستيرون، لكن ده المكان الوحيد معانا هو الالدوستيرون اللي الهايبوثالامي كنترول
والانتيريور بيتوتري كنترول هو الكنترول الاضعف فبنخليه في الاخر. فالالدوستيرون كنترول مينلي بالاكشن بتاعه، اذا عمل الاكشن المطلوب منه خلاص كده عمل المطلوب منه، اذا انهبيشن ما يطلعش الالدوستيرون لانه عمل المطلوب منه. اما لو الاكشن المطلوب منه ما تحققش يبقى بالعكس يحفز الالدوستيرون سكريشن عشان يؤدي الاكشن المطلوب منه. طب هو ايه الاكشن المطلوب من الالدوستيرون؟ انه يمتص الصوديوم من الكدني ومن الضغط في اوكسكراين جلاند ومن الكولون، يعيد الصوديوم الى الدم يعني يرفع مستوى الصوديوم في الدم ويتخلص من البوتاسيوم او الهيدروجين. اذا ارتفع الصوديوم في الدم كده الالدوستيرون ادى المطلوب منه، بالتالي انهبت الالدوستيرون سكريشن، وده هيكون من خلال انهبيشن اوف رينين سكريشن زي ما هنشوف. طيب دوره الثاني انه يرفع الصوديوم ويتخلص من البوتاسيوم، يبقى دوره انه يقلل مستوى البوتاسيوم في الدم. فلو ارتفع مستوى البوتاسيوم في الدم هو كده ما عملش المطلوب منه، فده يحفز الالدوستيرون سكريشن، وده من خلال دايركت اكشن على الزونه جلوميرولوزا وهو العامل الاهم. لان شفنا انه لو حصل، يعني طبعا هنا عكس الكلام صحيح، يعني لو انخفض مستوى البوتاسيوم ده انهبت الالدوستيرون، ولو انخفض مستوى الصوديوم ده يزود الالدوستيرون سكريشن. طيب لو انخفض مستوى الصوديوم بحوالي 20 ملي اكويفالنت لكل لتر، النورمال صوديوم حوالي 140 في الدم، لو انخفض بمقدار 20 نزل ل 120 ملي اكويفالنت، هنا هيحفز الالدوستيرون سكريشن. لكن عشان يحصل الانخفاض ده في الصوديوم ده رير، ان ينخفض صوديوم 20 ملي اكويفالنت كل لتر ده صعب انه يحصل. لكن زياده مستوى البوتاسيوم فقط 1 ملي اكويفالنت لكل لتر، النورمال بوتاسيوم ليفل رقم سهل يا ريت تكون حافظينه، النورمال بوتاسيوم ليفل من 3.5 الى 5.3، 3.5 ل 5.3 يعني متوسط 4 ملي اكويفالنت، والبوتاسيوم ليفل في منتهى الخطوره ومنتهى الاهميه بالنسبه للهارت، هايبوكاليميا او هايبركاليميا هتؤثر على الهارت، في الحالتين تؤدي الى ديس. فالعامل الاهم المؤثر على الالدوستيرون هو مستوى البوتاسيوم في الدم، هو عايز يحافظ على البوتاسيوم في نورمال ليفل. لو ارتفع البوتاسيوم 1 ملي اكويفالنت لا ده ارتفاع كبير، فيبدأ يستيموليت الالدوستيرون سكريشن ويتخلص من البوتاسيوم لغايه ما يعود البوتاسيوم الى نورمال ليفلز. انخفض البوتاسيوم انهبت الالدوستيرون حتى يعود البوتاسيوم الى نورمال ليفلز. وحته ان البوتاسيوم يزيد 1 ملي اكويفالنت لا ده طبيعي يحصل بسهوله ولو افطر ميل بعد الاكل، الاكل بتاعنا فيه بوتاسيوم خصوصا لو كان ريتش ان بوتاسيوم، فهلاقي دايما بعد الاكل يرتفع الالدوستيرون لطرد البوتاسيوم اللي دخل مع الاكل. لكن انه ينخفض صوديوم ل 20 ملي اكويفالنت ده صعب انه يحصل. يبقى اذا المحفز الأقوى والأهم على الألدوستيرون سكريشن هو مستوى البوتاسيوم في الدم، ارتفاع مستوى البوتاسيوم ولو بواحد ملي إكويفالنت استيمولييت الألدوستيرون سكريشن، أو انخفاض الصوديوم بس عايزين انخفاض بمقدار 20 ملي إكويفالنت كل لتر تو استيمولييت الألدوستيرون سكريشن. تاني فاكتور وهو الرينين أنجيوتنسين سيستم، وهو لا يختلف عن الفاكتور اللي فات، يعتبر مكمل ليه. لان ايه محفزات الرينين سكريشن؟ هو يعتبر المحفز الحقيقي هو نقص الصوديوم، نقص الصوديوم كونسنتريشن. طب نقصه فين في الدم؟ قد يكون في الدم هايبوناتريميا. لو انخفض الصوديوم في الدم هينخفض الصوديوم كونسنتريشن ات الماكيولا دينسا اللي هي جزء من الجاكستا جلوميرولار اباريتس اللي بيفرز الصوديوم، اصلا شغال من خلال الرينين انجيوتنسين سيستم. الرينين بيطلع من الكدني ان ريسبونس تو رينال اسكيميا، يبقى اللي خلى الرينين يطلع رينال اسكيميا، سواء كان بالفعل رينال اسكيميا ناتجه عن هايبوتنشن ففي اسكيميا في كل مكان بما فيهم الكدني، وهنا بتفرز الرينين بهدف انه ينشط الانجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1 ثم 1 يتنشط الى انجيوتنسين 2 يروح عامل فازو كونستريكشن وسولت ووتر ريتنشن فيرفع ضغط الدم، او ان يكون المشكله على الكدني فقط ان في رينال ارتري ستينوزس فحصل رينال اسكيميا فافتكرت ان في هايبوتنشن فطلع منها الرينين، او بنقص مستوى الصوديوم، او حتى اللي فات اصلا ان الهايبوتنشن او رينال ارتري ستينوزس بيخلي اندفاع الدم للكدني يضعف فكميه الصوديوم اللي بتوصل للكدني بتقل،
لانه يعتبر المحفز الاساسي هو نقص الصوديوم كونسنتريشن ات الماكولا دينسا، ودي خليه من خلايا الجاكستا جلوميرو الابريتاس اللي هو بيفرز الرنين. دي خلايا سنسوري سيلز بتحس بمستوى الصوديوم داخل الكليه، فلو انخفض مستوى الصوديوم في الدم هينخفض مستوى الصوديوم ات الماكولا دينسا في الكدني، فده محفز للرينين سكريشن. يبقى حتى الهايبوتنشن وحتى رينال ارتري ستينوزيس هو في الاصل شغال من خلال نقص الصوديوم كونسنتريشن ات الماكولا دينسا. تالت فاكتور معانا هو السمباثاتيك ستيموليشن اللي ليه دايركت اكشن على الجاكستا جلوميرال ابريتس اللي عليه بيتا 1 ريسبتورز بالادرينالين بالسمباثاتيك، بيحفز مباشره افراز الرينين فيرفع ضغط الدم اثناء السمباثاتيك. وبنيجاتيف فيدباك اول ما يتصنع الانجيوتنسين 2 يروح عامل انهبيشن للرينين سكريشن بالنيجاتيف فيدباك، انه خلاص طالما اتكون وبدا يشتغل يروح انهبت الشيء اللي كان محفز لافرازه وهو الرينين. طيب الانجيوتنسين 2 ده بروتين هرمون، فبيشتغل زي اي بروتين هرمون باكتيفيشن لانزيمات، بايند مع سيل ممبرين ريسبتور على الزونه جلوميريلوزا ويبدا ينشط انزيمات داخل الزونه جلوميريلوزا، اكتيفيت الكونفرشن اوف الكوليسترول الى بروجنوليلون بتنشيط الالدوستيرون سينتيز انزيم. يبقى هو نشط انزيم، زي ما عرفنا ان البروتين هرمونز او الووتر سوليبل هرمونز بتنشط بروتينز، اما الاستيرويد هرمونز هي اللي بتعمل تصنيع لبروتينز. ثالث فاكتور وهو البيتيوتري والهايبوثلاميك كنترول اخرناه للاخر، كان في الاذر جلاندز بنبدا بيه، فالالدوستيرون عليه كنترول من الانتيرو بيتيوتري من خلال افراز الاي سي تي اتش اللي هو برضو اندر كنترول من الهايبوثلاماس بالسي ار اتش. يبقى في هايبوثلاميك وانتيرو بيتيوتري كنترول، هو كنترول لان زياده الاي سي تي اتش بتزود الدوستيرون سكريشن، لكن ما هوش الكنترول القوي عشان كده ما بدأناش بيه، لان التوتال ابسنس اوف اي سي تي اتش لا يختفي معاها الالدوستيرون، يحصل مجرد بارشيال اتروفي في الزونه جلوميريلوزا لكن يستمر افراز الالدوستيرون لان المحفز الاقوى ليه كان مستوى الصوديوم والبوتاسيوم. رابع فاكتور معانا وهو الاتريال ناتريوريتيك بيبتايد، وده هرمون بيفرز من الرايت اتريوم، وده هرمون بيعمل ناتريوريسيز يعني بيعمل صوديوم اكسكريشن في اليورين، فوظيفته عكس وظيفه الالدوستيرون، بالتالي لما هو يزيد لازم انهبت اللي بيعمل عكس وظيفتي اللي هو الالدوستيرون. او اصلا المحفز لافراز الاي ان بي عكس المحفز لافراز الالدوستيرون، اي ان بي بيفرز في الهايبر فوليميا ديستنشن فرايت اتريوم، لكن الالدوستيرون شفنا بيفرز مع هايبو فوليميا اللي بتؤدي الى رينال اسكيميا، فيفرز الرينين فيحفز الالدوستيرون سكريشن. يبقى المحفز اصلا ليهم عكس بعض، ولما يطلع واحد منهم سواء الالدوستيرون انهبت الاي ان بي او الاي ان بي انهبت الالدوستيرون سكريشن. تاني مجموعه من الهرمونز وهي الجلوكوكورتيكويدز، ودي بتفرز من الزونه فاسيكولاتا، واهم واحد فيهم يعني الجلوكوكورتيكويدز هي جروب اوف هرمونز، زي ما المينرال كورتيكويدز جروب اوف هرمونز اهمهم الالدوستيرون، كذلك الجلوكوكورتيكويدز جروب اوف هرمونز اهمهم كورتيزول بالال، او بنسميه هيدروكورتيزون بالان. و باقي المجموعه معانا هو الكورتيكوستيرون. فناخد بالنا كويس ان الهرمون اللي بيفرز من الزونه فاسيكولاتا اسمه كورتيزول بالال مش الكورتيزون. اما الكورتيزون فده سينثيتك دراج اللي بيتباع في الصيدليات، ده كورتيزون بالان، والاختلاف ما بينهم اختلاف كيميكال. يعني ده كورتيزول في الغالب ده الاخر او ال بيكون الكحول، وده بيكون اسيتون، لكن في الاخر الاثنين نفس الوظيفه. لكن من الخطا ان انا اقول ان الجلاند بتفرز كورتيزون بالان، لا، الجلاند بتفرز بصوره كورتيزول. الكورتيزول نفسه الكورتيزول لما بيوصل للليفر بيتحول الى كورتيزون، فممكن جزء منه بعد ما تم تحويل الكورتيزون في الليفر انه يدخل السيركيوليشن، يعني ده وارد انه ممكن يحصل لكنه في الغالب ما بيحصلش. ايه هي الفانكشنز اوف الجلوكوكورتيكويدز؟ الوظيفه الاولى وهي مرتبطه بالوظيفه الثانيه اللي هي الريزيستنس تو ستريس، اكشن على الميتابوليزم ميتابوليك افكتس.
الاكشن الرئيسي من واضح من الاسم طبعا جلوكو كورتيكويدز يبقى على الجلوكوز، يبقى بالتاكيد ميتابوليك افكت اول تاثير واهم تاثير على الكربوهيدرات. واي هرمون ليه ميتابوليك افكت على الكربوهيدرات فمباشره بيرفع السكر في الدم، لان معايا هرمون وحيد اللي بيقلل السكر في الدم هو الانسولين. لكن اي هرمون اخر بيعدي معايا في الاندوكراين ليه اكشن على الكربوهيدرات ميتابوليزم فمباشره هايبر جلايسيميك افكت من خلال الوسائل المتاحه ليه. ازاي يعمل هايبر جلايسيميا؟ اذا كان في جلايكوجين يبقى جلايكوجيناليسيس، مفيش جلايكوجين يبقى جلوكونيوجينيسيس، في جلوكوز من الانتستين يبقى جلوكوز ابزوربشن من الانتستين. هنا زي ما هنشوف ان الكورتيزول بيفرز في التايم اوف برولونجد ستريس، التايم اللي في الغالب تم استهلاك الجلايكوجين، واصبح انه ما عنديش مصدر للجلوكوز في الدم. واحد برولونجد ستريس صايم لاكثر من 12 ساعه، يبقى اذا لا في جلوكوز في الانتستين ولا الليفر يحتوي على جلايكوجين. وهنا يظهر لي اهميه الكورتيزول وان هرمون اسينشال فور لايف، هو اللي بيحافظ على حياه الانسان ويخليه يقاوم ويواجه هذا الاستريس اللي هو غياب المصادر الطاقه الاساسيه كجلايكوجين او جلوكوز، انه هو احسن هرمون يعمل جلوكونيوجينيسيس. طبعا عارفين جلوكونيوجينيسيس هو تصنيع الجلوكوز from non-carbohydrate source، يحول الفات إلى جلوكوز، يحول البروتينز إلى جلوكوز. فده اللي هيحصل زي ما هنشوف على الفات وعلى البروتين. أنا أبدأ بيهم برضو، إنه على الفات والبروتين كاتابوليك، يعمل تكسير للفات وللبروتين، فيبدأ يسحب الأمينو أسيدز من سكليتال ماسلز، ويسحب الفاتي أسيدز من أديبوس تيشو، ويرفع مستوى الاتنين في الدم، فاتي أسيدز وأمينو أسيدز. ويبدأ والله الخلايا اللي هينفع تستخدم فاتي اسيدز تستعمل فاتي اسيدز، يبقى يبدا يوجه الميتابوليزم على الفات ميتابوليزم، يبقى فاتي اسيدز ار يوزد فور انرجي برودكشن. طيب والاورجانز اللي ما ينفعش معاها فاتي اسيدز، وانه برضه ما ينفعش اعتماد كامل على الفاتي اسيدز، فيبدا يحول الفاتي اسيدز دي برضه الى جلوكوز، وده بيتم في الليفر. يبقى الفاتي اسيد بعد ما رفع مستوى في الدم ممكن تستخدم كمصدر للطاقه او يحولها في الليفر الى جلوكوز اللي هي عمليه الجلوكونيوجينيسيس. زي ما سحب الفات من اديبوس تيشو، الكورتيزول برضو بياخد الفات اللي ما تمش استخدامه ويعيده ويعمله ديبوزيشن في اماكن معينه في الفيس والسيرفايكال ريجون وفي الترانك. وده مهم معانا لما نشوف صور الديس اوردرز مع زياده الاكشن اوف كورتيزول. اذا على الكربوهيدرات هو هايبر جلايسيميك، لكن مش من خلال جلايكوجيناليسيس، لا، لانه طالع في تايم اوف برولونجد ستريس، في تايم كان تم استهلاك الجلايكوجين من الليفر، فهو بيرفع السكر في الدم باي جلوكونيوجينيسيس بتحويل الفاتي اسيدز والامينو اسيدز الى جلوكوز. بعد ما وفر ده، احنا في تايم اوف برولونجد ستريس ومش ضامنين هيخلص امتى، فلا يعقل انه بعد ما وفر الجلوكوز في الدم انه يسمح باستخدامه ببساطه، لانه عايز يجبر الخلايا على استخدام الفات، فبيبدا يقلل من الجلوكوز ابتيك بحيث انه يجبر الخلايا على استخدام الفاتي اسيدز، وانه مش هينفع اعتمد اعتماد كامل على الفاتي اسيدز، فبيسمح باستخدام جزء من الجلوكوز، لكن ما يخليش الخلايا تعتمد على الجلوكوز ميتابوليزم. اذا هو بيرفع مستوى السكر في الدم وبيقلل من استخدام الجلوكوز، فبالتالي بيسموه ديابيتوجينيك، او بيعمل انسولين ريزيستنت دايابيتس. دايابيتوجينيك او انسولين ريزيستنت دايابيتس يعني بيرفع السكر في الدم، وارتفاع السكر في الدم الناتج عن الكورتيزول ريزيستنت للانسولين، لو اديته انسولين يعني يبقى ما يقدرش ينزل الجلوكوز في الدم، يبقى ده سكر مقاوم للانسولين. وده برضو هيبان معانا في الهايبر فانكشن، المصاب اللي عنده زياده في الكورتيزول هيعاني معاناه شديده من مرض السكر، إنه حتى لو اديته انسولين السكر مش راضي ينزل، لان الجلوكوز بيقلل عدد الانسولين ريسبتورز على الخلايا. طيب ثم ستيموليت الجلايكوجينيسيس، يبني جلايكوجين، الجلوكوز اللي محدش اخده يبدا يلمه تاني من السيركيوليشن ويخزنه في الليفر على هيئه جلايكوجين. الاكشن الثالث
هو اللي كنا برضو يعتبر متداخل معانا مع الاكشن اللي فات، ريزيستنت تو ستريس، هو اللي بيحول الميتابوليك سيستم بتاع الخلايا من الجلوكوز يوتيلايزيشن الى الفات يوتيلايزيشن. وده بيحصل امتى؟ في حالات الستارفيشن او الستريس بشكل عام، مش اي ستريس، هو البرولونجد ستريس. يعتبر بالشكل ده هو لايف سيفنج، هو بينقذ حياة الانسان. يعني لو واحد صايم، احنا في فترة الصيام مثلا في رمضان ممكن يمتد الصيام ل 16 ساعة. طيب بنحصل على الطاقة من فين؟ في البداية احنا اتسحرنا، السكر ارتفع في الدم، تم تخزينه على هيئة جلايكوجين. طول الصيام بنسحب جلايكوجين من الليفر. حسب الاكتيفيتي بتاعتنا، ممكن واحد يعني لو افترضنا الاوردينري اكتيفيتي هيكفي معايا الجلايكوجين من 12 ل 16 ساعة. طيب اذا استهلك الجلايكوجين على 12 ساعة، او لو خدنا مثال غير كده ان واحد فاته السحور اصلا، يعني فطر المغرب الساعة مثلا 6 ونام وصحي بعد اذان الفجر، ادي عدى 12 ساعة اصلا، يعني بدأ صيامه من غير جلايكوجين. ده يعيش ازاي؟ هيحصل على الطاقة من فين؟ اللي بيخليه يواجه هذا الاسترس هو الكورتيزول. يبدأ طول اليوم معتمد على الفاتي اسيد اوكسيديشن، وعلى تحويل الفات الى جلوكوز، وهو اللي بيكمل بيه لنهايه اليوم. ولو استمر الصيام ليوم واثنين وثلاثه، على حسب المخزون الفات اللي عنده هيفضل يسحب منه بالكورتيزول. لكن الفكره انه ما يستمرش الاسترس فتره طويله. الاسترس مش بس ستارفيشن، مش بس هايبوجلايسيميا، يعني حتى استرس ناتج عن مرض او عن انفكشن او عن تروما، او حتى الاسترس بتاع الامتحانات مثلا. يعني طول ما في استرس واسترس مطول بيبدا يطلع معانا كورتيزول، والكورتيزول ده بيرفع السكر في الدم ويقلل من استخدام الجلوكوز. طيب بما انه رفع السكر في الدم، ده هيبدا يخلي البنكرياس يفرز الانسولين، لان المحفز الاكبر للانسولين سكريشن هو الهايبرجلايسيميا. طيب بنكرياس طلع انسولين لكنه فشل في انه ينزل السكر لمستواه المعتاد، لان الكورتيزول انهيبيت الجلوكوز ابتيك، فيستمر السكر عالي ويستمر تحفيز البنكرياس لافراز مور انسولين. على المدى الطويل بيبدا ينهك البنكرياس، اللي هو حتى بعد انتهاء الاسترس واختفاء الكورتيزول نلاقي البنكرياس خلاص منهك، والعيان يستمر عنده السكر بسبب البرولونجد ستريس. فاذا الاسترس بيعدي بثلاث مراحل. المرحله الاولى بنسميها الالارم رياكشن، دي المرحله اللي في البدايه ان انا بسحب جلايكوجين من الليفر او يطلع ادرينالين. اما المرحله الثانيه ريزيستنس تو ستريس، ودي المرحله اللي بيشتغل فيها الكورتيزول. ولو استمر الاسترس فترة طويلة يدخل في المرحلة الثالثة، اللي هي مرحلة الاكزوهوشن وانهاك البنكرياس. من الوظائف الهامة للكورتيزول او الجلوكورتيكويدز انها من اقوى، او هي بالفعل اقوى انتي انفلاماتوري وانتي اليرجيك، وده سر شهرة الكورتيزول. فالكورتيزول في النورمال ليفلز بيمنع حدوث الانفلاميشن، انه يحصل كده سبونتينيوسلي، لانه استابلايز اللايسوسومال ميمبرينز. طبعا اللايسوسومز بتحتوي على بروتيوليتيك انزيمز، فكونه الكورتيزول بيحافظ على الميمبرين بتاعها فبيمنع خروج الانزيمز دي، اللي هي لو طلعت هتبدا تاكل في الخليه وتاكل في اللي حواليها فتعمل انفلاميشن. كمان ديكريز الكابيلاري برميابيليتي، لان من مظاهر الانفلاميشن الريدنس والهوتنس والسويلنج، وده كله ناتج عن زيادة كابيلاري برميابيليتي. فالكورتيزول لا يقلل من الكابيلاري برميابيليتي، وبالتالي بيخفي تماما أعراض الانفلاميشن. يبقى هو في النورمال ليفلز مانع ظهور أعراض انفلاميشن، إنها تظهر spontaneously by decreasing الكابيلاري برميابيليتي و stabilization of lysosomal membranes. طيب إذا حصل بالفعل انفلاميشن، هلاقي ان الكورتيزول بالليفلز اللي فيها في الدم غير كافي، لازم انا ارفع مستوى الكورتيزول. لو اديت انا كورتيزول بهاي فارماكولوجيكال دوزز هيبدا يخفي مظاهر الانفلاميشن بانه ديكريز المايجريشن اوف وايت بلاد سيلز للسايت اوف انفلاميشن، فممكن مستواهم في الدم يزيد، هو منع خروجهم من الكابيلاريز،
منعهم يروحوا لمكان الانفلاميشن، فممكن مستوى الوايت بلاد سيلز في الدم ممكن يزيد. decrease the number of eosinophils، ودي اللي هي مسؤولة عن الالرجي. decrease the number of lymphocytes، وبالتالي يقلل من الانتي بودي فورميشن، وبالتالي decrease the fever، لان الفيفر برضو نتيجة من اكشن بتاع الليمفوسايتس. يبقى كل ما الانفلاميشن طبعا معروف ان هو معركة ما بين الاميون سيستم مع انتيجين، هو بينهي المعركة بانه بيسحب الاميون سيستم، يسحب الوايت بلاد سيلز بعيدا عن سايت اوف انفلاميشن، يقلل عدد الليمفوسايتس، يقلل عدد الانتي بوديز، ويترك ساحة المعركة للانتيجين. فهو ممنوع ان استخدم كورتيزول لو انا عارف ان الانتيجين ده ميكروب فيروس او بكتيريا، لا ما استعملش كورتيزول. لكن لو انا عارف انه الانتيجين ده حاجة مش مؤذية، وان الاميون سيستم بيحاول يحارب شيء مفيش داعي ان انا احاربه، زي واحد اديناله مثلا بنسلين انتيبيوتيك، انا مديهوله يدافع عنه اصلا، وراح الجسم بدأ يهاجم البنسلين بشكل مبالغ فيه اللي هي الالرجي، وممكن يموت بسبب الالرجي. ففي الحاله دي لا، كورتيزول لايف سيفنج. او واحد اخد نقل دم غير متوافق، خد فصيله غير فصيلته، طب هي كرات الدم اللي اخدها دي هتاذيه مش هتاذيه، لكن الجسم شايف ان دي ار بي سيز عليها انتيجين غريب فخايف منها، لا في الحاله دي الكورتيزول لايف سيفنج. فاذا الكورتيزول بيقلل الخلايا المناعيه كعدد وكاكتيفيتي، لكن هنشوف بعد كده انه بيرفع عدد الار بي سيز، يبقى في الار بي سيز هيزود عدد الار بي سيز، لكن على الوايت بلاد سيلز بيقلل من المايجريشن اوف وايت بلاد سيلز، وبيقلل من عدد الليمفوسايتس، ويقلل عدد الايزينوفيلز. بيستخدم الكورتيزول في الالرجي كونديشن، زي ما قلنا هو واحد من اقوى، او هو بالفعل اقوى الانتي الرجيك، انه بيمنع الهيستامين ريليز من البيزوفيل سيلز ومن الماست سيلز، وبيستخدم في البريفنشن اوف جرافت ريجكشن. دي احد الاستخدامات المهمه للكورتيزول، اللي هو نقل الاعضاء، واحد ادوا له كليه، زرعوا له كليه عشان ينقذوه من غسيل كلوي كل يومين او كل 3 ايام، هيبدا الايميون سيستم يحارب الكليه الغريبه لان عليها انتيجينز هو مش عارفها. فعشان نقنع الايميون سيستم ان دي، او نهدي الايميون سيستم شويه، بندي كورتيزول لفترات طويله تصل لسنتين عشان يتقبل الاورجان اللي اتزرع عليه. من الاذر فانكشنز اوف جلوكورتيكويدز زي ما شفنا انه بيزود عدد الار بي سيز، استيموليت اريثروبويسيس، وبيزود عدد البليتليتس. يبقى خلايا الدم عموما بيرفعها الا الوايت بلاد سيلز. هيلب السيرفاكتانت فورميشن في الاطفال، يزود الابيتايت، وده يمكن يكون بسبب انه بيقلل من استخدام الجلوكوز. فالخلايا وان كان السكر في الدم عالي لكن مش عارفه تحصل على الجلوكوز. الكورتيزول لانه يشبه، لان هما الاثنين ستيرويدز، يشبه من الالدوستيرون في الاستراكشر، هما الاثنين من حلقه الكوليسترول، فليه ويك مينرال كورتيكويد اكتيفيتي، لكن لما يزيد يبدا يؤدي وظيفه المينرال كورتيكويدز. وليه دايوريتيك افكت، يبقى هما تو اكشنز عكس بعض. دايما لما يكون في هرمون يشبه هرمون اخر في الاستراكشر، لما مستواه يزيد يدي وظيفه الهرمون المشابه ليه. فاذا هو بالنورمال ليفلز لويك مينرال كورتيكويد اكتيفيتي، لما يزيد الكورتيزول هيظهر الايه المينرال كورتيكويد اكتيفيتي، يعمل سولت اند ووتر ريتينشن، لكنه في النورمال ليفلز لا، بيعمل دايوريسيس. في النورمال ليفلز كورتيزول از دايوريتيك، لما يزيد يعكس، يعمل سولت اند ووتر ريتينشن، لانه هيشتغل زي المينرال كورتيكويد. بيعمل زي دايوريسيس، بيعمل رابيد ان اكتيفيشن للاي دي اتش، يخلي الاي دي اتش الانتي دايوريتيك هرمون اللي هو بيمنع الدايوريسيس، يخليه يتكسر سريعا في الكبد، يعني يقلل من فتره اللي بيشتغل فيها الاي دي اتش، بالتالي بيسمح الكورتيزول بالدايوريسيس. كنترول اوف كورتيزول سيكريشن، هنا بنمشي على القواعد العامه. كورتيزول كنترولد بالهايبوثالاموس والانتيبيتيوتري، اذا هبدا بيهم. في هايبوثالاميك كنترول من خلال السي ار اتش، الكورتيكوتروفين ريليزنج هرمون من الهايبوثالاموس، اللي بيفرز من ميديان ايمينانس في الهايبوثالاموس،
ويصل للانتيريور بيتيوتري جلاند من خلال الهايبوثالام وهايبوفيزيال بورتال سيركيوليشن. يصل في الانتيريور بيتيوتري الى الكورتيكوتروبس اللي بتفرز الاي سي تي اتش، فيبدا يظهر في الدم الاي سي تي اتش ويصل الى الادرينال جلاند ويبدا يحفز الكورتيزول سيكريشن. رقم 2 النيجاتيف فيدباك، ان اول ما يظهر كورتيزول في الدم ففي معانا لونج لوب انهبيشن، هيروح انهبت الاي سي تي اتش من الانتيريور بيتيوتري جلاند وانهبت السي ار اتش من الهايبوثالاموس، وشورت لوب انهبيشن الاي سي تي اتش من الانتيريور بيتيوتري انهبت السي ار اتش من الهايبوثالاموس، والالترا شورت لوب انهبيشن ان السي ار اتش من الهايبوثالاموس انهبت اتس اون ريليز. دي قواعد عامه كنا بنتعرض ليها في الانترودكشن، هو ينطبق عليه ما ينطبق على القواعد العامه لاي هرمون. رقم 3 طبعا من اهم الكنترولز اوف كورتيزول وهو الستريسفول كونديشنز، ده المحفز القوي اللي يخلي الهايبوثالاموس يبدا يفرز السي ار اتش. رقم 4 الدايورنال فاريشن، لان الهايبوثالاموس اصلا احد وظائف الهايبوثالاموس هو المسؤول عن السيركيديان ريزم وعن الدايورنال فاريشن، هو اللي بيتعرف على الليل والنهار، والهايبوثالاموس ايضا هو المسؤول عن الاسترس وهو اللي ليه اندوكراين فانكشن. فمن خلال الانتجريشن ده الهايبوثالاموس عرف ان الاسترس مرتبط دايما بالنهار، لان بالليل بننام بنبعد عن الاسترس والصبح هو اللي فيه الشغل، فالهايبوثالاموس مظبوط على كده انه هو بيتعرف على الليل والنهار بالكونكشن ما بين البيري اوبتيك نيوكليس مع الاوبتيك كيازما، ومنها بيبدا يحدد ان النهار دخل، وبوظيفته الاخرى الهايبوثالاموس الكنترول على الاندوكراين سيستم بيبدا اول ما النهار يدخل من الساعه 4 الفجر يبدا يفرز السي ار اتش عشان يبدا يطلع الاي سي تي اتش، عشان يبدا يطلع الكورتيزول عشان هنواجه الاستريس بتاع اليوم، ويبدا يقل افرازه الساعه 4 بعد العصر. الزون الثالثه من الادرينال كورتكس وهي الزون ريتيكولاريز، ودي بتفرز ادرينال 6 هرمونز، ودي زون نوت اسينشال فور لايف بعكس الزون جلوميرولوزا والفاسكولاتا، لا هرموناتهم الدوستيرون وكورتيزول هرمونات اسينشال فور لايف، نقصهم يؤدي الى ديس، اما 6 هرمونز نقصها لا يؤدي الى ديس. فمين هي الادرينال 6 هرمونز؟ هي بتفرز مينلي اندروجين سواء ان ميل او ان فيميل، ومعاها سمول اماونتس من استروجين سواء ان ميل او ان فيميل. يبقى اذا هل الفيميلز عندهم اندروجين؟ اه في اندروجين. مصدره من فين؟ مصدره ادي رقم واحد معانا، مصدره من الادرينال كورتكس من الزون ارتيكولاريز. هل الميل عنده استروجين؟ اه في استروجين وبروجستيرون، مصدرهم ادي اول مصدر من الزون ارتيكولاريز في الادرينال كورتكس. ناخد بالنا انه سواء ميل او فيميل في الحالتين بتفرز مينلي اندروجين، وزي ما عرفنا في بدايه المحاضره ان الاندروجين ده اسمه جروب اوف هرمونز يشمل الدي هيدرو اي بي اندروستيرون اللي هو الدي اتش اي اي والاندروستين دايون وتستوستيرون، والاستروجين اسمه جروب اوف هرمونز اللي هو الاسترون والاستريول والاستراديول. عشان في مقارنه مهمه معانا ما بين الادرينال 6 هرمونز والجونادال 6 هرمونز. اول اختلاف معانا طبعا هو السايت اوف سكريشن، ان الادرينال 6 هرمونز تفرز من ادرينال كورتكس من الزون ريتيكولاريز، والجونادال 6 هرمونز تفرز من الجونادز من التستس والاوفرز. تاني اختلاف وهو المحفز لافرازهم. الادرينال 6 هرمونز هي ضمن الادرينال كورتكس، فالكنترول اللي عليها بالاي سي تي اتش، لكن جونادال 6 هرمونز اندر كنترول من الجي ان ار اتش. يترتب على ده ان الجي ان ار اتش بيبدا افرازه ات بيوبرتي، وهو علامه البيوبرتي الفسيولوجيكال، فمعنى كده ان الجونادال 6 هرمونز بتبدا تظهر ات بيوبرتي، لكن الاي سي تي اتش بيفرز سينس بيرس، فالادرينال 6 هرمونز بتفرز سينس بيرس حتى في التشايلد هود. رابع اختلاف ان الجونادال 6 هرمونز هي مينلي اندروجين ان ميل ومينلي استروجين ان فيميلز، لكن الادرينال 6 هرمونز هي مينلي اندروجين سواء ان ميل او ان فيميل. دي اهم الاختلافات ما بين الاثنين. طب ايه الاكشن في الادرينال 6 هرمونز؟ ليه بتفرز اندروجين اثناء التشايلد هود سواء ميل او فيميل؟ طبعا الاكشن ان ميل
الى حد ما معروف، لكن يمكن مش معروف ليه في الفيميل بيفرز اندروجين، لكن بيفسر ببعض الظواهر اللي بتحصل. فان ميل زي ما هناخد مع الريبرودكشن ان التستوستيرون سكريشن بدا ان ميل في الانترا يوتراين لايف، وكان هو المسؤول في الانترا يوتراين لايف عن ظهور الانترنال ميل انترنال جينيتاليا وعن ظهور الاكسترنال جينيتاليا. وبالتالي اي هرمون بيؤدي وظيفه لازم منتين الاكشن. يعني مثلا جروث هرمون، جروث هرمون بيعمل جروث اثناء التشايلد هود. طب هل بعد البيوبرتي يختفي جروث هرمون؟ لا، ما ينفعش، يستمر جروث هرمون موجود تو منتين الجروث اللي حصل. ونقص الجروث هرمون افتر بيوبرتي زي ما خدنا مع البيتيوتري جلاند عمل بريماتيور سينيليتي. يبقى اي هرمون لو بعد ما ادى وظيفته اختفى يبدا اللي عمله يتهد. فالتستوستيرون كان مسؤول عن الابيرنس اوف ميل اكسترنال جينيتاليا والديفلوبمنت اوف انترنال جينيتاليا. طب هل يعقل بعد ما بنى الميل جينيتال اورجانز في الانترا يوتراين لايف يختفي لمده 14 سنه لغايه سن البيوبرتي؟ اللي بناه كان هيتهد، فلازم يطلع الهرمون تستوستيرون او الاندروجين تو مينتين الديفلوبمنت اللي عمله في الانترا يوتراين لايف. طيب ان فيميلز، ان فيميلز ملوش وظيفه واضحه، لكن بيفسر بظهور البيوبيك هير والاكزيلري هير ات بيوبرتي، ده بسبب الاندروجين. ظهور الاكني اللي هو حب الشباب، حب الشباب سواء ان ميل او ان فيميل سببه ارتفاع الاندروجين. الاندروجين ان ميل في الاساس هو بيزود ماسل بالك، وجزء من زياده الماسل بالك والبون جروث ان فيميل مسؤول عنه الاندروجين. بيزود السيكشوال ديزاير، بيقلل من يوتراين كونتراكشنز اثناء البريجنسي. طبعا هو اندروجين بيزود سيكشوال ديزاير للاذر سكس للفيميلز، لكنه بنسبه معينه في الفيميل بيخلي فيه سيكشوال ديزاير. لكن طبعا لو زاد الاندروجين ان فيميل بيبدا يخلي سيكشوال ديزاير توارد الفيميلز، ده في حالات الايه الهايبر فانكشن، في الحالات الابنورمال. نبدا نشوف الديس اوردرز اوف الادرينال كورتيكال هرمونز. نبدا بالهايبو فانكشن، معانا حاله اللي هي الاديسون ديزيز. طبعا دي جلاند اسينشال فور لايف، فالهايبو فانكشن فيها يؤدي الى ديس وامراض خطيره. اديسون ديزيز، اديسون ديزيز هو نقص عام في هرمونات الادرينال كورتكس، نقص في الكورتيزول مع الالدوستيرون. اسبابه يا برايمري يا سكندري. برايمري بالعف الجلاند اتسلف حصل لها ديستراكشن. اشهر الاسباب حاليا اشهر الاسباب هو اوتو اميون ديزيز، بيتكون انتي بوديز تبدا تعمل تدمير لخلايا الادرينال كورتكس، او ديستراكشن للجلاند باي تيومرز باي كانسر او تيوبركلوزس. يمكن هو اديسون نفسه اللي اكتشف المرض ده، اكتشفه في مرضى مصابين بالتيوبركلوزس. سكندري بالعب مش في الجلاند، العيب مثلا في الهايبوثالاموس او في البيتوتري جلاند، انه ما طلعش الاس تي اتش وبالتالي الجلاند ما صنعتش الكورتيزول او الالدوستيرون. يبقى العيب مش فيها، العيب كان في البيتوتري جلاند او في الهايبوثالاموس. مظاهر الاديسون ديزيز، في اعراض نتيجه نقص الالدوستيرون. طب الالدوستيرون كان بيرفع الصوديوم في الدم، بيمتص الصوديوم، يبقى هنا مع نقص الالدوستيرون يقل امتصاص الصوديوم وامتصاص الميه، ويبدا يظهر الصوديوم في البول ويقل في الدم، فيحصل نقص في الاكسترا سيرا فلويد فوليوم، يحصل هايبوفوليميا وهايبوتنشن، وممكن تصل الى شوك، فممكن يموت من الهايبوتنشن والشوك. هيحصل هايبوناتريميا، يقل الصوديوم في الدم ويتم تراكم البوتاسيوم في الدم، فيحصل هايبركاليميا، يموت من هايبركاليميا. طب هو كان بيمتص صوديوم ويطرد بوتاسيوم او هيدروجين، مش عارف لا يطرد لا البوتاسيوم ولا الهيدروجين، فيرتفع البوتاسيوم ويرتفع الهيدروجين فيعمل اسيدوزس، يبقى ممكن يموت من هايبوتنشن وشوك، ممكن يموت من هايبركاليميا، ممكن يموت من اسيدوزس. طيب دي اعراض اللي هي ناتجه عن نقص الالدوستيرون. في اعراض ناتجه عن نقص الكورتيزول. كورتيزول كان اول وظيفه ليه على الكربوهيدرات بيرفع السكر في الدم بالجلوكونيوجينيسيس، مش عارف يعمل دي، يقل السكر في الدم، يحصل هايبوجلايسيميا، وكنا بنحتاجه في التايم اوف برولونجد ستريس، فهنا مش عارف يواجه ستريس. انه لو حصل فاستنج لمده طويله وانتهى الجلايكوجين من الليفر يبدا يدخل في هايبوجلايسيميا ويموت. كل الاعراض اللي فاتت اعراض مفيش شيء سبيسيفيك واضح
يعني العيان شكوى بتاعته اعراض مش واضحه، وده مرض خطير. اديسون مفيش شيء يبان في صوره معايا، نقص سكر في الدم، نقص بوتاسيوم، نقص صوديوم، ارتفاع بوتاسيوم، اسيدوزيس، مفيش شيء يبان على العيان. عشان كده اللي جاي معانا هي واحده من اهم مظاهر الاديسون دي اللي بتبان عليه، الهايبر بيجمنتيشن، سواء في السكين او في الميوكس ميمبرينز، ودي ذا موست امبورتنت ساين، دي الوحيده اللي بتبان معانا في الصور، هايبر بيجمنتيشن. طب ايه سبب الهايبر بيجمنتيشن؟ هايبر بيجمنتيشن يحصل مع البرايمري اديسون، البرايمري اللي هو عف الجلاند، لما يكون الالدوستيرون وكورتيزول ما بيطلعوش، فمش عاملين نيجاتيف فيدباك، فبيبدا يرتفع مستوى الاي سي تي اتش من البيتوتري جلاند، والاي سي تي اتش يشبه الام اس اتش في الاستراكشر اللي هو الميلانوسايت ستيموليتنج هرمون، فيبدا يشتغل على السكن وعلى الميوكوس ميمبرينز يعمل فيهم هايبر بيجمنتيشن. يبقى سبب الهايبر بيجمنتيشن هو ارتفاع مستوى الاي سي تي اتش. بالتالي هل في السكندري اديسون اللي هو اصلا المشكله مش في الجلاند، المشكله في البيتيوتري جلاند انها مش عارفه تفرز اي سي تي اتش، في الحاله دي طبعا ما يحصلش هايبر بيجمنتيشن. يبقى الهايبر بيجمنتيشن حصل فقط مع البرايمري اديسون، ما يحصلش مع السكندري. يبقى ده سببه ارتفاع الاي سي تي اتش اللي ليه ام اس اتش لايك اكشن ميلانوسايت ستيمولتنج هرمون، وده بيشتغل على الميلانوسايتس ويبدا يعمل ايه هايبر بيجمنتيشن. دي صور لحالات الاديسون ديزيز، زي ما شايفين الهايبر بيجمنتيشن هنا في الجنجيفا في اللثه، هنا هايبر بيجمنتيشن في الفيس، هايبر بيجمنتيشن في الاورال كافيتي، يبقى ميوكوس ميمبرينز او سكين. من المظاهر الخطيره لاديسون اللي هي اديسونيان كرايسيس، ازمه اديسون، هي نفس الاعراض اللي فاتت لكنها سيفير، فجاه كده دخل في اكيوت اونست اوف هايبوفوليميا وشوك ودي هايدريشن وهايبوجلايسيميا، هي اعراض الاديسون لكن اعراض سيفير لمستوى يؤدي الى كوما اند ديث. طب ايه اللي يخليه يدخل في اديسون في اديسونيان كرايسيس؟ انه يكون اصلا هو عيان اديسون وسبجكتد لستريسفول كونديشن، عيان اديسون والامور ماشيه معاه الى حد ما اهو ماشي اموره، لكن سبجكتد لستريسفول كونديشن، بدا يواجه فاستنج او كولد ويزر او تعرض لانفكشن او تعرض لتروما، يبقى كده احتياجه للكورتيزول بيزيد وهو مش عارف يطلع كورتيزول اصلا، فيبدا الاعراض تتفاقم عنده ويدخل في اديسونيان كرايسيس. وممكن يكون عيان اصلا ما عندوش اديسون، عيان ماشي على كورتيزول لفتره طويله وراح عمل سادن ويزدرول. دايما معروف ان الكورتيزول اللي بيمشي على كورتيزول لاكتر من شهر ما ينفعش يبطل كورتيزول مره واحده، لازم يعمل جراديوال ويزدرول. ليه؟ لان لما بياخد كورتيزول من بره الكورتيزول بيرتفع في الدم، فبيبدا انهبت الاي سي تي اتش وانهبت السي ار اتش، فلو استمر فتره طويله هنلاقي الجلاند بدا يحصل لها اتروفي اللي هي الادرينال جلاند، لان ليها شهر او اكتر ما اشتغلتش. فلو بطل الكورتيزول مرة واحدة لا لسه الجلاند ما صحيتش، فهيتعرض إلى نقص شديد في الكورتيزول. لازم لو هيبطل كورتيزول يبطل إيه جراديوال، بحيث يدي فرصة للـ ACTH إنه يبدأ يطلع، تبدأ الجلاند تصحى مرة تانية وتبدأ هي اللي تفرز الكورتيزول. مشكلة الكورتيزول إنه بيعمل يعني أعراض نفسية، والعيان بيبقى مكتئب ومقدم على الانتحار، وبيقرر فجأة مش عايز أكمل علاج، وممكن بالفعل إنه يعمل sudden withdrawal وده يدخليه يدخل في اديسونال كرايسيس. طيب إذا دخل بالفعل في الكرايسيس دي، فأنا خايف عليه يموت من شوك، من هايبوفوليميك شوك، من ديهايدريشن، من هايبوجلايسيميا، يبقى أعمل له إيه؟ أدي انترافينوس فلويدز عشان أرفع البلاد فوليوم، والفلويد ده هيكون عبارة عن سلاين سوليوشن عشان يكون فيه صوديوم لأن كده حصل له هايبوناتريميا، ويكون فيه جلوكوز لأن عنده هايبو جلايسيميا، يبقى هديله سلاين مع جلوكوز انترافينوس فلويدز، وطبعا هديله جرعات عاليه من الجلوكورتيكويدز لان هو كل اللي فيه اصلا ده ناتج عن نقص الكورتيزول، بل حاليا محتاج الى جرعات عاليه من الكورتيزول. طيب دي الهايبو فانكشن، هو الاديسون ديزيز وهو نقص في الالدوستيرون والكورتيزول مع بعض. طب الهايبر فانكشن، هنا كل زون ليها هايبر فانكشن. الهايبر الدوسترونيزم، زياده الالدوسترون، ده قد يكون العيب في الجلاند اتسلف، لو تيومر في الزونا جلوميريلوزا بيفلز لارج اماونتس من الدوستيرون، وده اللي بنسميه كونز ديزيز. يبقى الكونز ديزيز هو البرايمري هايبر الدوسترونيزم. طب سكندري، سكندري يبقى زياده الكورتيزول، زياده الالدوستيرون مش بسبب تيومر، مش بسبب الجلاند اتسلف، لا
في محفز لإفراز الهرمون، فالجلاند استجابت للمحفز ده. وعرفنا ان اهم محفز للالوستيرون سيكريشن هو الرينين، فلو في رينال تيومرز بيفرز رينين، او في رينال ارتريستينوزس فالكدني عماله تفرز رينين، بالتالي هتستجيب الادرينال كورتكس وتفرز هي كمان الدوستيرون. يبقى ده سبب من الاسباب. السبب الاخر وهو الحالات اللي فيها إديمة ان جنرال، اي حاله فيها إديمة زي حالات الليفر ديزيزز، زي حالات النيفروتيك سيندروم، او حالات هارت فيلير. يبقى اي حاله بتؤدي الى جنرالايزد إديمة سواء كدني او ليفر، الليفر مصنع بلازما بروتينز والكدني المفروض تحافظ على بلازما بروتينز في الدم ما تفقدش في اليورين، فلو في مشاكل في الكليه وبدا يفقد البروتينز في اليورين هينخفض مستوى البلازما بروتينز. والبلازما بروتينز دورها انها بتسحب الفلويدز من الانترستيشيوم الى داخل الدم بالاوزموتيك بريشر، فمع نقص البلازما بروتينز قوه السحب دي بتضعف وتبدا الفلويدز يحصل لها فلتريشن من الكابيلاريز الى الانترستيشيوم، ومش عارفين نسحبها مره اخرى الى الكابيلاريز فيحصل اديمه، فالفلويد بيسيب الدم، بيسيب الكابيلاريز ويروح على الانترستيشيوم، فحجم الدم بيقل، ضغط الدم يقل. وعرفنا ان الهايبوفوليميا او الهايبوتنشن هي محفز للرينين سكريشن، واللي بالتالي هيحفز الدوستيرون سكريشن. يبقى كده الدوستيرون زاد مش بسبب تيومر، لا ده هو بسبب الهايبوفوليميا اللي حصلت، كانه رد فعل من الجلاند مش عيب في الجلاند. كذلك الليفر ديزيز، الليفر ديزيز هو مصنع بلازما بروتينز، فبرضه هيؤدي الى اديمه وهايبوفوليميا فيحفز الدوستيرون سكريشن. كمان الليفر ديزيز المفروض الالدوستيرون بعد ما بينتهي عمله يتكسر في الليفر، طب ده في ليفر ديزيز فما بيتكسرش الالدوستيرون، يبقى افرازه عالي وكمان ما بيتكسرش فيرتفع مستوى الالدوستيرون. يبقى اما العيب تيومر في الجلاند بيفرز الالدوستيرون بدون داعي، يا اما سكندري ان في سبب ادى الى زياده الكورتيزول، السبب ده هو زياده في افراز الرينين، يا اما بسبب كيدني ديزيز زي رينال ارتريستينوزس او رينال اسكيميا، او بسبب الكيسز اللي فيها جنرالايزد إديمة زي النيفروتيك سيندروم وزي الليفر ديزيزز وكمان هارت فيلير. طب ايه الاعراض بتاعته؟ هناخد اعراض الاديسون، ناخد معلش يبقى ايه الاعراض بتاعته؟ يبقى هناخد اعراض او هناخد الاكشن اوف الدوستيرون، نبالغ في الاكشن. هو بيمتص الصوديوم، يبقى هيمتص الصوديوم اكتر من اللازم فيحصل هايبر ناتريميا وهيسحب وراه ميه فيعمل هايبر فوليميا وهايبر تنشن. طيب بيتخلص من البوتاسيوم فيحصل هايبوكاليميا، والهايبوكاليميا تؤثر على الماسلز وعلى الهارت، ممكن يحصل ماسل باراليسيس. ويتخلص من هيدروجين فيدخل في الكالوزيس، وناخد بالنا ان دخوله في الكالوزيس اخدنا مع الباراثيرويد ان الالكالوزيس هيقلل من الايونايزد كالسيوم فممكن يعرضه لتيتاني. يبقى لو كان في اختيارات معانا وان من اعراض الهايبر الدوسترينيزم تيتاني تبقى صحيحه لانها بسبب الالكالوزيس اللي حاصل. طيب من المواضيع النقط المهمه معانا في الامتحانات يعني حته الاديمه، هل الالدوستيرون لما زاد وعمل هايبر ناتريميا وعمل هايبر فوليميا، هل الهايبر فوليميا دي في البلود فيزلز هل تؤدي الى إديمة؟ فقال لي لا، خد بالك لو برايمري تايب ما يعملش إديمة. ليه؟ لان الريجوليشن بتاع الاكسترا سيرا فلويد فوليوم مش بس كنترولد بالالدوستيرون، لا معانا هرمونات تانية، معانا اي دي اتش ومعانا الاي ان بي اللي هو الاتريال ناتريوتيك بيبتايد، فلما يزيد مستوى الالدوستيرون ويرفع لي حجم البلد او الاكسترا سيرا فلويد فوليوم ده هيروح انهبت الاي دي اتش وانهبت الاي ان بي، فهيبدا الكليه تتخلص من الفلويدز من خلال الانهبيشن بتاع الاي دي اتش والاي ان بي. يبقى كانه الالدوستيرون عالي بيحبس لي ميه، فالهرمونات اللي هي بتحبس الميه يحصل لها انهبيشن، فكان ده بيعادل ده. يبقى اذا الجسم هيحاول يحافظ على الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم، وبالتالي مش هيحصل اديمه في البرايمري تايب. طب اما السكندري تايب، لا السكندري تايب كان في الاساس الاصل كان فيه اديمه، كان في ليفر ديزيز، كان في رينال ديزيز، والاديمه هي السبب في افراز الالدوستيرون. يبقى الاديمه اللي حاصله في السكندري مش الالدوستيرون اللي عملها، لا ده هي اللي كانت متسببه في الالدوستيرون سيكريشن انه يزيد لما الفلويد ساب الكابيلاريز ودخل في الانترستيشيوم وقل حجم الدم، ده بدا يحفز الالدوستيرون سيكريشن.
بس الالدوستيرون لما هيزيد ويبدأ يسحب من الكليه الفلويدز ويحاول يرفع حجم الدم، ما هو سبب الاديما موجود، ما فيش بلازما بروتينز، فكل الفلويد اللي سحبها هتروح طالعه من الكابيلاريز والاديما هتزيد. يبقى في السكندري تايب في اديما، لكن هل الاديما هو الالدوستيرون اللي عملها؟ الاجابه غلط، الالدوستيرون مش هو اللي عملها، ده بالعكس ده هي اللي تسببت في افراز الالدوستيرون. لكن الالدوستيرون لما بدأ يطلع وبدأ يزيد هيبدأ يزود الإديمة، لكن مش هو اللي عمل الإديمة. إذن في البرايمري تايب مفيش إديمة في الأساس، أما في السكندري تايب عنده إديمة، لكن الإديمة دي مش بسبب الالدوستيرون سكريشن، لا بسبب الديزيز الأصلي، بسبب رينال ديزيز أو الليفر ديزيز أو الهارت فيلير. تاني حالة معانا وهي الكوشنج سيندروم. كوشنج هو زيادة إفراز الجلوك وكورتيكويدز، برضو إما برايمري يعني العف في الجلاند، تيومر فيها بيفرز كورتيزول بكميات عالية، وده هيتسبب طبعا في انهبيشن للاي سي تي اتش بالنيجاتيف فيدباك، ودي هنسميها كوشنج سيندروم. يبقى لو برايمري بنسميها كوشنج سيندروم، أما لو سكندري يعني العيب مش فيها بنسميها كوشنج ديزيز. قد يكون العيب في البيتيوتري جلاند هي اللي بتفرز زياده من الاي سي تي اتش، او الهايبوثالاموس هو اللي بيفرز زياده في السي ار اتش، فبالتالي هيعلي الكورتيزول. يا اما اي سي تي اتش بيطلع من كانسر، الكانسر سيلز ممكن في بعض انواع الكانسر بتكون فانكشننج، فممكن لونج كانسر او بانكرياتيك كانسر بيفرز اي سي تي اتش فيتسبب في زياده الكورتيزول سكريشن، او واحد بيتعالج بكورتيزول ياتروجينيك، يبقى بسبب الطبيب نفسه اداله كورتيزول لمرض معين عنده، فالكورتيزول لما عالي عنده في الدم لفترات طويله تسبب عنده في اعراض الكوشنج. الاعراض بتاعتها abnormal fat deposition. قلنا في الكورتيزول ان من وظائفه على الفات بيعمل فات موبيلايزيشن، لكن بعد ما استعملنا الفات اللي ما تمش استخدامه بيعمله ديبوزيشن في اماكن معينه في الفيس، فيعمل فات ديبوزيشن في الفيس فيخلي الفيس راوندد فيس، او ما يطلق عليه مون فيس. يبقى دي ثلاث اوصاف، انه راوندد وايديميتاس وبليثوريك محمر، ده اللي بوصفه انه مون فيس، راوندد بليثوريك وايديميتاس. طبعا راوندد بسبب الفات ديبوزيشن ده اللي بيخليه مدور، بليثوريك محمر لانه اخذنا ان كورتيزول بيرفع مستوى الار بي سيز فيخلي وشه محمر عشان زيادة النمبر في ار بي سيز، وايديميتاس لان الكورتيزول قلنا لما بيزيد بيعمل الاكشن اوف مينرال كورتيكويدز، يرفع الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم، فممكن يتسبب في بعض الاديما. بيعمل فات ديبوزيشن في السوبرا كلافيكولار ريجون اللي في فصه اللي هي اعلى الكلافيكل، دي يحصل لها اوبليتريشن بالفات ديبوزيشن في الباك اوف ذا نيك، فبيعمل حاجه اسمها بافالو هامب، وكذلك في الانتر سكابولار ريجون. على الترانك يعمل فات ديبوزيشن في الترانك فيعمل ترانكال اوبيزيتي، وبسبب الاسترتش اللي حاصل في السكن بتاع الابدومين يبدا يظهر بيربل سترايا، خطوط لونها احمر على السكن بسبب ان الجلد حصل له استرتش. اما الاكستريميتيز ايديه ورجليه ثن، يبقى سحب الفات من الاكستريميتيز وعمل لهم ديبوزيشن في اماكن معينه في الفيس والسوبرا كلافيكولار ريجون والباك اوف ذا نيك والانتر سكابولار ريجون والترانك. فالفيس قلنا مون فيس اللي هو وصفه راوندد بالفات ديبوزيشن، ايديميتاس بالسولت ووتر ريتينشن، وبليثوريك بسبب البوليسايسيميا. على السكر عمل هايبر جلايسيميا وانسولين ريزيستنت دايابيتس. على البروتين بيعمل بروتين كاتابوليزم، كسر البروتين سحب منها الامينو اسيدز فبالتالي يعمل ماسل ويكنس، وعلى العظم يسحب منها البروتينز فيحصل اوستيوبروزيس، ويحصل معاها بور هيلينج اوف ووند لانه كاتابوليك على البروتين مش عارف يبني، فبالتالي لو اتعور مش عارف يبني التيشوز. سبريسد اميون سيستم، مناعته ضعيفه. سكين بيجمنتيشن بس هنا في السكندري كوشنج، ليه؟ لان في السكندري كوشنج بيعلى معانا مستوى الاي سي تي اتش، لكن في البرايمري كوشنج في زياده في الكورتيزول بتروح انهبت الاي سي تي اتش. يبقى كده سكين هايبر بيجمنتيشن ظهر معانا في البرايمري اديسون ومعانا في السكندري كوشنج. كرات الدم هتزيد، البوليسايسيميا الار بي سيز هتزيد،
اما الليمفوسايتس والايزينوفيلز هيقل عددهم. ومشاكل النفسيه بتاعه الكورتيزول، سايكولوجيكال ديستربنس، سايكوزيس وسكيزوفرينيا، دي حالات الكوشنج. ده المون فيس راوندد، بليثوريك محمر، وإديميتس. هنلاحظ الهير جروس اللي على السكن، هيرشيتيزم، وده تفسيره معانا الهيرشيتيزم، ان اخذنا ان الزونه فاسيكولاتا في بدايه المحاضره بتفرز مينلي جلوكورتيكويدز وسمول اماونت من اندروجين، فالتيومر في الزونه فاسيكولاتا بيعلى الكورتيزول ويعلى مع الاندروجين، فبيعمل اندروجينيك مانيفستيشنز، منها الهير جروس زي ما هنشوف حتى بعض صور الفيميلز هيبقى فيها هير جروس على السكن. هنا على الابدومين ترانكال اوبيزيتي وبيربل سترايا، الخطوط الحمراء اللي على السكن بسبب الاستريتش بتاع السكن. اما الاطراف فين اكستريميتيز، ايديه ورجليه فين. هنا المون فيس راوندد بليثوريك وايديميتس، والابدومين فيها ترانكال اوبيزيتي وفيها بيربل سترايا. السوبرا كلافيكولار ريجون فيها فات ديبوزيشن، فاختفت السوبرا كلافيكولار فوسا، كذلك هنا في ديبوزيشن للفات في السوبرا كلافيكولار ريجون فاختفت السوبرا كلافيكولار فوسا، كذلك الراوندد فيس، كذلك الهير جروس الهيرشيتيزم. هنا ده برضو المون فيس راوندد وبليثوريك، ده البافالو هامب، الفات ديبوزيشن في الباك اوف ذا نيك او في الانتر سكابولار ريجون، يبقى دي البافالو هامب. هنا الهيرشيتيزم الهير جروس مع مون فيس مع اوبليتريشن في السوبرا كلافيكولار ريجون، كذلك هنا طبعا الريدنس بتاع التشيكس واضح بالبوليسايسيميا. دي حالة كوشنج، ودي افتر تريتمنت، فكانت مون فيس وده بعد التحسن. ده نفس الطفل كان مون فيس وده بعد التريتمنت او قبل ما يصاب بالمرض. وده هنا الام ار اي المعمول بحيث بيشاور لي على مكان التيومر اللي في الادرينال كورتكس اللي هو تسبب في المرض ده. ده طبعا طلعت زين، ده صورته قبل وفاته، كان برضو ماشي على كورتيزول فترات طويلة. فده شكل المون فيس اللي بسبب الايتروجينيك اللي هو الكورتيزول سيرابي، برضو بيعمل مون فيس او يعمل اعراض الكوشنج ديزيز. الحالة الثالثة معانا وهي الهايبر فانكشن في الزون ريتيكولاريز، اللي بنسميها ادرينو جينيتال سيندروم. دي كاركترايزد باي اكسسيف سكريشن من الادرينال 6 هرمونز اللي احنا عارفين ان اغلبها اندروجين، فبتؤدي الى فيريلايزيشن او ظهور اعراض ذكوره على المصاب. سببها اما تيومر في الزونا ريتيكولاريز فبيفرز اكسس اماونتس من الاندروجين، يا اما انزيماتيك ديفيشنسي، الانزيم المسؤول عن تحويل الكوليسترول في الباسوي بتاع الكورتيزول مش موجود، فبيضطر ان الباسوي ياخدها على سكه الاندروجين. طب ايه المظاهر بتاعته؟ هتختلف حسب الايج اللي ظهر فيه الهايبر فانكشن وحسب السكس. فلو كان ميل في مرحلة الفيتس وهو لسه في الانترا يوتراين لايف، فكل اللي هيحصل فيه لان السكس هرمونز انابوليك هرمونز وهي المسؤولة عن الابيرنس اوف الميل سكس اورجانز، فهيحصل ما يسمى الماكرو جينيتوسوميا بريكوكس. طبعا ماكرو معناها زيادة او يعني شيء كبير، جينيتو يبقى الجينيتال اورجانز هتبقى انلارجد، وسوميا البادي نفسه هيبقى انلارجد، بريكوكس يعني شيء بريماتيور يعني وصل للسايز ده قبل ميعاده. فده كاركترايزد باي انلارجمنت في الجينيتال اورجانز وانلارجمنت في البادي ان جنرال. طيب لو حصل الهايبر فانكشن بري بيوبرتال يعني في مرحله التشايلد هود بيفور البيوبرتي، هيبدا يظهر عنده البريكوشيا سودو بيوبرتي، هيظهر عليه مظاهر بيوبرتي من ناحيه الهير جروس على السكن، الفويس يبقى في هورسنس اوف فويس، ماسكولينايزيشن كماسلز هتزيد، لكن ما هوش بلوغ حقيقي، هي مظاهر بيوبرتي، شكل بيوبرتي فقط، هو سودو بيوبرتي، هو بلوغ كاذب، لانه في الواقع اللي عليه هو الاندروجين فقط، لكن مفيش افراز لجي ان ار اتش ولا اف اس اتش ولا ال اتش،
وبالتالي ما فيش سبرماتوجينيسيس، فهو كبيوبرتي ما حصلش حقيقة بيوبرتي، لكن كل اللي ظهر عليه مظاهر بيوبرتي. طيب لو حصل الهايبر فانكشن افتر بيوبرتي، كل اللي هيبان بس هو اكسسيف ماسكولينايزيشن، مظاهر الذكوره هتبان اكتر، المسل بالك هتزيد اكتر، الهورسنس اوف فويس هيزيد اكتر، الهير جروس هيزيد اكتر، وممكن ما يظهرش انه شيء اب نورمال، يبقى اوبسكيورد بالنورمال فيراليزنج اكشن اوف تستوستيرون. ده لو كان ان ميل. طب لو كان ان فيميل، المشكله لو كان في الانترا يوتراين لايف قبل الاسبوع رقم 12، اللي هي الفتره اللي بيظهر فيها او بيتتحول فيها الاكسترنال جينيتاليا انها هتاخد شكل الفيميل اكسترنال جينيتاليا ولا الميل اكسترنال جينيتاليا. فدي طفله الجينيتكس بتاعتها انها اكس اكس في فيميل، لكن حصل هايبر فانكشن اثناء فتره الفيتس في الاسبوع رقم 8، اللي هي المرحلة أو الفترة اللي هيظهر فيها الميل اكسترنال جينيتاليا لو كان في واي كروموسوم. لو في واي كروموسوم هتتكون تستس وهتبدأ تفرز التستوستيرون، فيبدأ يظهر ميل اكسترنال جينيتاليا. طب دي في ميل اكس اكس مفيش واي كروموسوم، مفيش تستس، مفيش انترنال جينيتاليا، لكن ظهر تستوستيرون من الزون ارتيكولاريز بكميات عالية، فهتظهر الاكسترنال جينيتاليا اوف ميل اكسترنال جينيتاليا، فتكون الانترنال جينيتاليا والبرايمري سكس اورجان اوف فيميل، يعني في اوفرز مع انترنال جينيتاليا اوف فيميل لكن معاها اكسترنال جينيتاليا اوف ميل، ودي اللي بنسميها الفيميل سودو هيرمافروديتيزم، الخنثى الكاذب. هي فيميل، فيميل اكس اكس، هي فيميل لكن has الاكسترنال جينيتاليا اوف ميل. طبعا ساعه الولاده بيفتكروها ميل، وبتعامل طول فتره التشايلد هود على انها ولد، وبيسموها باسماء اولاد. لكن عند سن البيوبرتي يبدا الاوفر يشتغل ويبدا يفرز استروجين ويبدا يظهر عليها اعراض الانوثه، ويبدا يكتشفوا ساعتها انها في ميل ما هياش ميل، وده اللي بنسمع عنه اللي هو التحول الجنسي. هو في الواقع مش تحول، هو في الاصل هي في ميل اصلا، لكن اللي كان اللي ظهر ده كان شيء ابنورمال. فده اللي بنسميه الخنثى الكاذب، سودو هيرمافروديتيزم، غير الترو هيرمافروديتيزم اللي هو الشخص اللي عنده التو برايمري سكس اورجانز، عنده تيستس مع اوفرز، ده اللي هو الخنثى الحقيقي وده رير. طيب لو حصل الهايبر فانكشن بعد الولاده، سواء في بري بيوبرتال يعني بيفور البيوبرتي او افتر بيوبرتي، كل اللي هيحصل فيريلايزيشن، خلاص الاكسترنال جينيتاليا طبيعيه في ميل اكسترنال جينيتاليا، لكن هيبدا يحصل مظاهر ذكوره من هيرشيتيزم. يبقى ايه معنى هيرشيتيزم؟ هو ميل هير ديستريبيوشن، ده معنى كلمه هيرشيتيزم. يبدا يظهر الهير على الفيس، يظهر الشنب، يظهر الهير على الشيست، يظهر البيوبك هير وياخد شكل الميل هير ديستريبيوشن في البيوبك اريا، ديبنينج او هورسنس اوف فويس، يبدا الصوت يخشن، انكريزد ماسكولينايزيشن او الماسكولر المسل بالك هتزيد، الكريتوريز يحصل له انلارجمنت، البريست يحصل لها اتروفي، المنستريشن تبدا تختفي، وهوموسيكشواليتي يبدا يظهر فيها سيكشوال. طيب نختم بالصوره دي، هنا فيها الفيدباك كنترول على الكورتيزول، ان مع الستريسفول كونديشن هنا وي هاف 3 اكزامز ذس ويك، فهايبوثالامس بدا يفرز السي ار اتش، هيوصل للانتريبيوتري تبدا تفرز الاي سي تي اتش، فيبدا الاي سي تي اتش يحفز ادرينال كورتكس انها تفرز الكورتيزول. الكورتيزول بعد ما بدا يظهر وبدا يؤدي وظيفته، يروح يطلب من الاي سي تي اتش ويطلب من السي ار اتش انه خلاص طلع، فيروح انهبت الاي سي تي اتش وانهبت